يوم الجمعة جدد رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشيل عون دعوته الشعب إلى التظاهر على خلفية ملف الكهرباء، هذا الملف الذي هو أصلا في عهدة وزير من وزرائه. ولكن بغض النظر، من سيتظاهر ضد من؟ المن الأولى حددها عون بوضوح، وهي كل من يدفع فاتورة الكهرباء. أما المن الثانية فبقيت غير محددة. حضرتك رح تشارك بهالمظاهرة، ضد مين رح تتظاهروا؟ مع حضرتك وزير الطاقة، يعني مع الوزير أنت ستتظاهر ضد نفسك؟ منا عم نقول يتظاهروا على اللي وقف الكهرباء بالسابق وعلى اللي حرم لبنان من الكهرباء بالعشرين سنة الماضية، عم نقول يتظاهروا على اللي عم بيوقفوا هلأ المشاريع. يعني مش كل اللبنانية مثلا بيعرفوا إنه البواخر مطروحة من 2000 من أيلول 2010، طب ليه اليوم بعد ما نبت فيها؟ إذا في حدا بده يبين عم بيوقفها بهالمرحلة هيدي بيكونوا موجه عليه التظاهر. إذا وزير الطاقة مطلوب منه شي يعملوا ما عملوا يتظاهروا، إذا وزير الكهرباء مأخر أي مشروع أو أي واجب عليه يقوم فيه بسرعة مش مسبوقة مجهز كل الخطة يلي موافق عليها مجلس وزراء تنطلق كلها سوا، أنا بقبل يصير فيه. بس يتظاهر ضد حكومتك يصير فيه. أنا عم بقول للناس كل محل، كل محل معروف مين في موقع نيابة إدارة مؤسسة عم تجي تأخر مشروع بالكهرباء. أما ما سمي بفضيحة المازوت فيضعه باسيل في خانة الأكاذيب والخداع السياسي. تتهم أنت أنه تقف وراء كذا صفقة معمولة بهالملف، لكن ما لح يقدروا يغيروا حقيقة وآية، لا بالمبدأ أنه أنا الوحيد اللي عرضت دعم المازوت ووقفته أنا وزير طاقة، لأني قلت أنه دعم المازوت هو تجارة موسمية بيستفيد منها التجار وينحرم منها المواطنين. النهار يلي حكيوا أنه توزعت كميات أكتر من العادة، هيدا النهار توزع فيه كميات كان في 6 أيام متوزع مثله وأكتر ما قبل. كل الموضوع هو غلط، إيه؟ واللي مع سياسات دعم المازوت معروفين، يلي بلجنة الطاقة قالوا بدهم يعملوا 6 أشهر كمان معروفين. هيدي الحقيقة الكبيرة، ما لح يقدروا يجوا بكذبة صغيرة يضيعوها. ولقيت قريب. إذن رفع باسيل المسؤولية عن نفسه، فعلى من تقع المسؤولية يا ترى؟